بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم ودرس جديد من دروس الرخصة الإيطالية من الألف إلى الياء. ما زلنا مكملين مع سلسلة خطوة بخطوة الجزء 17 الباب 17 ترسبورت دي بيرسوني كاريكو ديل فيكولي انجومبرا ديلا كاريجياتا شيركولوسوني سول أوتوسترادا اي استرادا اكستورباني برينشيبالي، نقل الأشخاص وحمولة العربية وحركة السير على الطرق السريعة والطرق الرئيسية. النهاردة نتكلم عن جزئية جديدة في الباب كومي ديفي إسري سيستماتو الكاريكو، كيف يتم ترتيب الحمولة على العربة، إزاي نرتب حمولة العربة. زي ما احنا شايفين كده الحمولة، هنشوف طرق تركيبها، طرق ترتيب الحمولة على السيارة، وهل يمكن ان احنا نخرج عن اطار او عن طول العربية. ده كله اللي هنشوفه النهاردة في الدرس بتاعنا. الكاريكو ديفي اسري سيستماتو المودو دي نون، الحمولة يجب ان ترتب داخل عربة بمحرك من أجل نون ديفي داري دي فاستيديو الجويدا ديل فيكولي. نون ديفي داري فاستيديو الجويدا ديل فيكولي، حمولة العربية يجب إن احنا نرتبها بحيث لا تحد من حركة السائق أثناء القيادة. بالمنظر ده لا طبعا، بالمنظر ده لا. طيب الحمولة نون ديمينويري لا فيزيبيليتا ديل كونديشنت، يجب ان احنا نرتب الحمولة ايضا بحيث لا تحجب رؤية السائق. كمان ايضا يجب علينا ان احنا نرتب الحمولة بحيث نون او المودو دي نون كادوتا، نرتب الحمولة ايضا من اجل الا تسقط او تتبعثر، يعني تقع على الكراج. كمان الكاريكو دي في اسري سيستماتو المودو دي نون دي في دومنويري لا فيزيبيليتا فاري ترجا اولوتشا ديل فيكولي، يعني الحموله يجب الا تخفي الرؤيه والا تخفي ضوء لوحه العربيه. ده من شروط ترتيب الحموله داخل العربه. كمان ايضا نون ديفي سوبراري لابورتاتا انديكاتا ديل كارتا دي شيركولاسيوني، حمولتك او حمولة العربية لا يجب ان تتجاوز القدر المحدد في بطاقة السير اللي هي الليبريتو او كارتا دي شيركولاسيوني. كمان ايضا الكاريكو ديفي اسري سيستماتو المودو دي نون سوبراري الليميتي بير اوني تيب ديل فيكولي، برضه يجب علينا ان احنا نرتب حمولة العربية بحيث لا تتجاوز البنية التحتية لصنف العربية، يعني كل صنف او كل نوع عربة له الحمولة اللي تناسب الصنف او التيب بتاعه. في النهاية سي الكاريكو اسبورجنتي الترو لساجما ديل فيكولي الكونديشنتي ديفي ايفيتاري بريكولو بير الاتر اوتينتي دي لاسترادا. هنا بقى لو السواق او يجب على السائق لو تجاوزت الحمولة بتاعته بنية العربية، لو انت شايل حمولة في العربية يجب انك تتخذ كل الاحتياطات حتى لا تعرض مستعمل الطريق الاخرين للاخطار. طيب عايزين نعرف بقى كواندو بوث بورجاري اون كاريكو، هل بقى أو كم يمكن أن تتجاوز الحمولة العربة؟ هل يمكن أنني أخرج بروز من العربة سواء كان من الأمام أو من الخلف أو حتى من الجوانب؟ نشوف مع بعضنا كده كم يمكن أن تتجاوز الحمولة العربة. كواندو بو سبورجاري أون كاريكو، إيه هي الحمولة اللي ممكن نخرج بها وقد ايه مسموح لي بروز من الامام او حتى من الخلف او من الجوانب؟ الكلام ده هنشوفه.
بوي اسبورجاري سولو ديترو بو اسبورجاري سولو ديترو او اللاتو ديسترا او سينسترا. يبقى انت كده دلوقتي ممكن انك تخرج عن طول العربية منين بقى؟ من الخلف. هنا البروز عن العربية من الخلف لونج دودامنتانتي، او هنا بروز من البارتي ديترو اللي هو البارتي بوستيريوري. يبقى يمكن للحمولة ان تتجاوز العربة من الخلف. قد ايه بقى مسموح لي؟ بوز بورجاري 3 أعشار او 30% ديل لونجستا ديل فيكولي. من الخلف يجب او يمكن ان تتجاوز الحمولة 3 أعشار او بنقول 30% من طول العربية اهي. ده كله بروز منين؟ من الخلف اهو. يبقى هنا اقدر اطلع عن طول العربية من الخلف بكام؟ 30 سنتي او 30 او 3 على 10 تريدي تشيدم 3 أعشار لونجست ديل فيكولي. البارت ايه؟ البارت بوستيريور اللي هو دافانش، البارت بوستيريور عفوا اللي هو ديترو خلف. يبقى من الخلف مسموح لي اطلع 30% او 3 أعشار من طول العربية. تمام، ده منين؟ من الخلف 30% او 3 أعشار. طيب نشوف كده دافانتي اللي هو البارتي انتريور الجزء الامامي من العربية، هل يمكن ان انا اخرج من الجزء الامامي من العربية؟ لا اهو، امام ممنوع خروج او بروز من الامام. اخر سجمالية او اخر او الليميت بتاعي اللوتشا بوزيسيوني اللي هي اضواء الموقع. الجزء اللي بره ده غلط، ده غير مسموح. اخرج لغايه اخر ضوء او عند الضوء بتاع لوتشا اضواء الموقع او لوتشا بوزيسيوني اهي، بنفس طول العربيه، ما فيش سنتي زياده عن طول العربيه. ده منين؟ من الامام. يبقى من الامام اهو الجزء اللي متعلم بالاحمر ده بره، ما ينفعش اخري اضواء الموقع. ممكن اطلع من قدام كده اهوت بس لغايه اضواء الموقع، لكن من الخلف قلنا ليك 3 أعشار او 30% من طول العربية. طيب بالنسبة للجوانب ممكن اطلع جوانب، ايوه ليا ان انا اطلع من على الجوانب سواء كان الجانب الايمن او حتى الجانب الايسر، من كلا الجانبين. قد ايه من كلا الجانبين؟ اهو ليا 30 سنتي بروز من كل جانب. يبقى دلاتو ديسترا لاتو سينسترا بو اسبورجاري الماسيمو 30 سنتيمتر، 30 سنتيمتر، 30 سنتي دي لوتشا دي بوزيسيوني او لوتشا انتريوري او لوتشا بوستريوري. يبقى هنا اخرج عن اضواء الموقع سواء كانت الامامية او الخلفية 30 سنتيمتر من الجوانب. يبقى هنا الملخص بتاعي ممكن اطلع من الامام، لا ممنوع بروز من الامام اخر حد ليا لغاية اضواء الموقع او لوتشا بوزيسيون. يبقى الجزء الامامي فيش اي بروز منه، الجزء الخلفي ليا ان انا اطلع 13 او 30% من على الجوانب 30 سنتي من كلا الجانبين، كل جانب 30 سنتي اقدر اخرج بروز. مع بعض بقى نطلع ونشوف اسئلتنا النهارده وازاي هنطبق الكلام ده عملي في حل الاسئله. نشوف مع بعضنا كده السؤال الاولاني بيقول لي ايه. طبعا الجزء ده مهم جدا ونعرف اهم حاجه الموضوع بتاع البروز من الامام او من الخلف او حتى من الجوانب، واهم حاجه نفتكر ان الجزء الامامي مفيش اي بروز فيه. الكاريكو دي في اسري سيستماتو سول اوتو فيكولي ان مودو دي نون ديمنويري لا فيزيبيليتي ديل كونديشن. يجب انك ترتب او يجب ترتيب حموله العربيه بحيث لا تحجب رؤيه السواق فيرو. الكاريكو ديل فيكولو دي في اسري سيستماتو المودو دي نون ديمنويري لا فيزيبيليتي الكونديشنت نون امبيدير ليبراتا ديل موفمنت نيل جويدا. برضه بيقول هنا يجب ترتيب حموله العربيه بمحرك بحيث
ما تحدش من حركة السواق أثناء القيادة، أو من حركة أو تحد من الحركة أثناء القيادة، وده برضو فيرو. الكاركو دي في إسري سيستماتوس الأوتوفيكولي المودو دي إفيترنو لا كادوتا. هنا بيقول لي يجب ترتيب حمولة العربية بحيث لا تسقط، وده فيرو. الكاركو دي في إسري سيستماتوس الأوتوفيكولي المودو دي نون إسبورجاري ديل بارتي بوستيريوري بير بيو دي تري دي تشيزم دي لونجست دي الفيكولي. يعني بيقول لي هنا الحمولة يجب ترتيب حمولة العربية بمحرك بحيث لا تتجاوزها من الخلف بأكتر من 3 أعشار طول العربية، تريد تشيزم 3 أعشار اللي هي 30% من البارتي بوستيريوري الجزء الخلفي فيرو. الكاركوس الأوتوفيكولو نون دي في سوبراري لابورتاتا إنديكاتا الكارتا شيركولاسوني. بيقول لي هنا لا يجب أن تتجاوز حمولة العربية بمحرك القدر المحدد في بطاقة السير فيرو. الكاريكو دي الفيكولو دي في إسري سيستماتو المودو دي إيفيترنو لا كادوتا لا ديسبوسترسيوني. يعني بيقول لي هنا يجب ترتيب الحمولة بحيث لا تسقط ولا تتبعثر، يعني الحمولة ما تقعش مني فيرو. الكاركو دي في اسري سيستماتوس الاوتوفيكولي المودو دي نون امبيديري لا ليبراتا دي موفمنت نيلا جويدا. بيقول لي هنا يجب ايضا ترتيب الحموله بحيث لا تحد من رؤيه السائق او من حركه او من حريه حركته اثناء القياده، وده برضه فيرو. الكاركو دي الفيكولو دي في اسري سيستماتو المودو دي نون كومبورتمنتات كومبورمنتاري لا استابيليتا ديل فيكولي. بيقول لي هنا يجب ترتيب الحمولة بحيث لا تضر ثبات العربية، تأثرش على ثبات العربية أو لا درنسا فيرو. الكاركو ديل فيكولو دي في إسري سيستماتو المودو دي نون مسكرا مسكراري ديسبوزاتيفو ديل الليمونوزو دي سينيالاسيوني فيزيبل فيزيفو نيل التارجة del riconoscimento il segnale fatto col braccio. يعني بيقول لي هنا برضو ان الحمولة يجب ترتيبها بحيث لا تغطي اجهزة الانارة والاعلام البصري ولوحات اللي هي التارجة او الاشارات باليد التي يقوم بها السواق، الحركات اللي هو يعملها السواق باليد دي كلها يجب ان الحكم الحمولة ما تأثرش عليها فيرو. الكاريكون من دي في سوبراري الليميت دي ساجما استابلتا بير اوني تيب ديل فيكولي. يجب الا تتجاوز الحمولة البنية التحتية لصنف العربية، وده فيرو. سو الاوتو فيكولي الكاريكون من بوس برجاري لونج دودا من تا ديل بارتي انتيريوري. لا يمكن أن تتجاوز الحمولة الجزء الأمامي للعربة بمحرك فيرو، فيش أي بروز من الأمام على الإطلاق فيرو. الكاريكو بوث بورجاري لونج دودامنت ديل بارتي بوستوريوري سي كوستيتويتو دي كوزا انديفيزيبل فينا التري تريديتشيزم 3 أعشار ديل لونجيستا ديل أوتوفيكولي. يعني بيقول لي هنا يمكن أن تتجاوز الحمولة العربة من الخلف إذا كانت تتكون من أشياء غير قابلة للتقسيم ولا تتجاوز جزءها الخارجي عن الهيكل 3 أعشار أو 3/10 من طول العربة بمحرك أقول له فيرو. الجزء الخلفي قلنا 3 أعشار أو 30% فيرو. سو الأوتو فيكولي بوسونو إسري ترسبورتاري كوزا كيس بورجنو لاترالمنت فوري دلورو ساجما نون بودي 30 سنتيمتر دلوتشا دي بوزيسيوني anteriori o posteriori comunque entro il limite massimo del sagma. هنا بيقول لي يمكن نقل أمتعة تتجاوز جانبيا العربة بمحرك بأقل من 30 سنتي من أضواء تحديد الموقع الأمامية والخلفية بحيث أو دون تجاوز البعد الأقصى المحدد للبنية، وده برضو فيرو. من على الجوانب ليا 30 سنتي من كل جانب، آخر حاجة ليا 30 سنتي فيرو. الكاريكو سبورج الترو ديل ساجما ديل فيكولي الكونديشنتي ديفي ادوتاري توتي الكاوتالو ايدونو ايفيتاري بيريكولو ديل التري اوتينتي ديل استرادا. يجب على السواق اذا تجاوزت الحموله بنيه العربيه ان هو يتخذ كل الاحتياطات لكي لا يعرض مستعمل الطريق الاخرين لاي خطر فيرو. الكاريكو بوس بورجاري لاتورامينتي
So constituito the cause indivisible فينا 3 أعشار أو 3 على 10 دي اللارجست ديل فيكولي. يعني بيقول لي هنا يمكن أن تتجاوز الحمولة العربة جانبيا من على الجوانب إذا كانت تتكون من أشياء غير قابلة للتقسيم ولا يتجاوز جزءها الخارجي عن الهيكل 3 أعشار. طبعا هنقول هنا فالص لأن هنا من الجوانب هي 30% وليست 3 أعشار، يبقى فالصو. الكاريكو دي في إسري سيستماتوس الأوتوفيكولي المودو دي إفتاري لاسبورجينسا لاتورالي دل ستسو بير بيو دي تريد تشيزم دلونجيستا دل فيكولي. بيقول هنا يجب ترتيب الحمولة حمولة العربة بمحرك بحيث لا تتجاوزها جانبيا بأكثر من 3 أعشار، طبعا برضه هنقول له هنا فالصو، من على الجوانب قلنا 30 سنتي وليس 30% أو 3 أعشار، يبقى فالصو. الكاريكو ديل فيكولو دي في إسري سيستماتو المودو دي نون ماسكراري ديسبوزاتيفو دي ليميتاسيوني دي سينياليسيوني فيزيفو سولو تانتو دورانتي لا سيركولاسيوني نيل تورن نيل أورا نيل تورن. يعني هنا بيقول لي هنا إيه؟ يجب ترتيب الحمولة بحيث لا تغطي أجهزة الإنارة والإعلام البصري أثناء السير إيه؟ بالليل بس سولوتانت، يبقى الكلام ده كله عشان خاطر كلمة سولوتانت تبقى فالسون. الكاريكو دي في إسري سيستماتو سول أوتوفيكولي إن مودو دي نون سوباراري ألترو ديل ديتشي برشينتو لابورتاتا أوتي الأنديكاتا سول دوكومنت دي شيركولاسيوني. بيقول لي هنا يجب ترتيب حمولة العربية بمحرك بحيث يجب لا تتجاوز 10% من العدد المحدد في بطاقة السير فالسو، احنا قلنا 3 أعشار أو 30% تبقى فالسو. الكاريكو دي في إسري سيستماتو سول أوتوفيكولي المودو دي نون سوباراري الألترو ديتشي برشينتو التيستا ماسيما بريفيزاتا ديل كارتا دي سيركولاسيوني ما انترو 4 متري. بيقول هنا ايه؟ يجب ترتيب حمولة العربية بمحرك بحيث لا تتجاوز 10% من العلو التستا، طبعا هنقول هنا فالسو على طول اللي احنا هنا بنتكلم عن البروز او الخروج عن العربية مش الطول، يبقى فالسو. الكاريكو دي في إسري سيستماتوس الأوتوفيكولي المودو دي فيتاري لاسبورجينسا لاتورالي ديل ستيسو بير بيو دي تريدجيزم ديل لونجيستا ديل فيكولي. يجب ترتيب حمولة العربية بمحرك بحيث لا تتجاوزها جانبيا بأكتر من 3 أعشار جانبيا تبقى فالسو، لأن الجوانب قلنا 30 سنتي وليس 30% فالسو. الكاريكو دي في إسري سيستماتوس الأوتوفيكولي المودو ديسبورجاري ديل بارت أنتريوري ديل فيكولي دي بيو دي تريدجيزم دي تيتشم ديل سو لونجيستا. يعني عايز يقول لي يجب ترتيب حمولة بحيث لا تتجاوز العربة بمحرك من الأمام بأكتر من 3 أعشار طول العربة، طبعا الجزء الأمامي هيبقى فالسو مفيش أي بروز من الأمام. نيل ريسبيتو دي لارجيستا ماسيما ستابيليتا بيرموكيو تي اي تي اس الباركاسيون ترسبورتاري بوسونوس بورجاري فينا 50 سنتيمتر بيروني لاتو ريسبيتو البوردا ستيرنا دلوتشا دي بوزيسيوني او بوستيريوري. بيقول هنا امتثالا للحد الاقصى للعرض المحدد لمقطوره اللي هي المقطوره تي اي تي اس يمكن للقوارب المنقوله اللي هي الحموله اللي احنا ننقلها ان تبرز 50 سنتي من كل جانب، طبعا هنقول له 50 سنتي من كل جانب تبقى فالسو، عند البروز 30 سنتي من كل جانب تبقى فالسو. سرو موكيو الكاريكو ترسبورتاتو بوز برجاري دل بارت انتريوري فينا تريديجم دل لونجيستا دل كومبوليسيفو دل فيكولي. بيقول لي هنا في المقطورات يمكن ان تبرز الحمولة اللي تتم حملها من الامام حتى 3 اعشار طول العربة فالسو، من الامام مفيش اي بروز على الاطلاق. الكاريكو دل فيكولي دي في اسري سيستماتو المودو دي افترن لا كادوتا او ديز برسيوني solo il conducente deve contare il veicolo sulla strada extraurbane. يجب ترتيب حمولة العربية بطريقة تمنع سقوطها أو تبعثرها فقط إذا كنا أو إذا كان السواق بيسير على طريق رئيسي خارج المدينة، طبعا هنا هنقول له فالسو. على جميع الطرق ديفي إيفيتاري كادوتو ديل الكاريكو. ده كان آخر سؤال معنا النهاردة في موضوعنا كومي ديفي سيستماري أو كومي ديفي إسري سيستماتو
الكاريكو، كيف يتم ترتيب الحمولة داخل العربة، وكمان الحدود القصوى اللي مسموح لي بها انني اخرج بروز من العربية. قلنا عندي 3 جوانب، الجانب الخلفي للعربية بنقول 30% او تريدد شيزم اللي هي 3 اعشار، والجزء الامامي من العربة لا يمكن الخروج عنه على الاطلاق، اخر حد اللي هي اللوتشا بوزيسيون ديل فيكولي، وبعد كده من على الاجناب سواء كان باللاتو ديسترا او اللاتو سينسترا اللي هي 30 سنتيمتر فقط. شكرا لكم على حسن الاستماع وعلى حسن المتابعة، وحتى نلقاكم في درس جديد، لكم مني اطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.